إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله هو خاتمة دروس القواعد الفقهية الكلية الخمس. فبهذا الدرس إن شاء الله نأتي إلى ختام القواعد الكلية الخمس الكبرى، على أن يكون إن شاء الله تتمة لما يفتح الله عز وجل علينا من ذكر قواعد أخرى في دروس قادمة إن شاء الله. ولكن بهذا الدرس نأتي إلى ختام دروس القواعد الفقهية الكلية الكبرى الخمس، بعدما أكرمنا الله عز وجل بقطع شوط لا بأس به. ومن باب المذاكرة ومن باب تثبيت المعلومات، فسيكون هناك إن شاء الله امتحان عندنا في يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم بين المغرب والعشاء يكون عندنا امتحان في القواعد الفقهية الخمس الكبرى. وسبب اختيار يوم الاثنين بحيث أنه لا يوجد دروس على الساحة قريبة، وأمر آخر حتى نبقى على درسنا الأربعاء مستمرين بإذنه تعالى، لأن بعض الإخوة إذا سمع بالامتحان كان من الهاربين، فلا نود أن تكونوا منهم، وإنما نود أن تكونوا من المقدمين الحريصين على العلم والتعلم. وهذا الامتحان إخواني في الله فيه منفعة كبرى لطالب العلم، ومنافعه كثيرة وعديدة، فأولاها أنه يراجع الدروس التي أخذها. الأمر الثاني أنه يحطم الغرور، فكثير من الطلبة يقول أنا فاهم كل شيء، فعند الامتحان يظهر هل هو فاهم لكل شيء أم أنه لم يفهم شيئا، فيتضح الأمر بالامتحان. الأمر الثالث أنه فيه شهادة لك من شيخك، بحيث أنك إن درست لاحقا فسئلنا عنك نقول أنك كنت من المتقدمين، أو كنت من المتأخرين، أو كنت من الهاربين. ونحن لا نجامل في دين الله عز وجل. فهناك أحد الإخوة ممن حرص على أن يكون في دورة من الدورات، فإذا به يقدم الامتحان الأول فيرسب، ثم الامتحان الثاني فيرسب، ثم الامتحان الثالث فيرسب، فإذا به يسأل أو سئلت عنه بعد فترة فهو من المدرسين الذين يتصدرون الكلام في الناس. فسئلت عنه فقلت كان عندي من الراسبين، كان عندي من الراسبين، فحكمت عليه بمقدار علمي، فجاءني من الباكين الغضبانين، كيف قلت عنه أنه كان عندي من الراسبين؟ فقلت له هل تجنيت عليك أو افتريت عليك أو قلت شيئا ليس فيك؟ فإذا إخواني في الله، هذا دين الله عز وجل لا يقبل المجاملة ولا يقبل المداهنة. فيا عبد الله احرص على تأدية الامتحان، حتى إذا أهل لكي تتكلم في الناس وتعلم الناس كانت لك شهادة، كانت لك شهادة. على كل حال، هذه استطرادة لم تكن بالحسبان، فنرجع إلى تتمة درسنا، ونسأل الله عز وجل في علاه أن يكون هذا الدرس
مفتاح خير مغلاق شر، وأن يتقبله منا أجمعين. انتهى بنا المقام إخواني في الله عند القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة، فقد مر معنا في درسنا السابق تفصيل لقاعدة العادة محكمة، ومعنا اليوم إن شاء الله ماذا؟ القواعد المتفرعة عنها. وهذه القواعد المتفرعة إخواني في الله لا بد أن تكون مرجعها إلى القاعدة الأم، فبالتالي سوف ترون أشياء مشتركة بين هذه القواعد المتفرعة مع القاعدة الأم الأصلية الكبرى، بل هناك بعض القواعد تذكر ولم أذكر شيئا كثيرا عنها لأنها عبارة عن ألفاظ متعددة للقاعدة الأم الأصل. فنتكلم عن القاعدة الأولى التي تتفرع تحت القاعدة الكلية. أولا قول أهل العلم: المسمى العرفي مقدم على المسمى اللغوي. المسمى العرفي مقدم على المسمى اللغوي. إخواني في الله، هذه القاعدة ذكرها ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم إعلام الموقعين في الجزء الرابع صفحة 469 أو 69 بعد 400. ومفاد هذه القاعدة إخواني في الله أن الشرع اهتم بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فهذه قاعدة يكررها أهل العلم كثيرة: العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذه الحقيقة إخواني في الله قد تكون حقيقة شرعية، بمعنى أن الشرع هو الذي حدد المعنى لهذه الكلمة والمعنى لهذا الوصف. فإذا ورد في الشرع كلمة الصلاة أو الصلوات الخمس، فبالتالي هذه حقيقة لا تقبل أن ينظر إلى المعنى اللغوي، فيقال الصلوات الخمس مثلا صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه حقيقة أصبحت حقيقة شرعية. بينما لو نظرنا إلى اللغة لوجدنا أن من معنى الصلاة الدعاء، فلا يجوز لأحد كان من كان أن يقول أن معنى الصلوات الخمس أي دعاء يحصل في خمس أوقات، دعاء تفتح يديك وتدعو الله عز وجل، لأن هذه الكلمة معناها في اللغة الدعاء، فيقال لا يلتفت إلى المعنى اللغوي مع وجود المعنى الشرعي. فالشرع سمى هذه الصلوات الخمس وجعل لها حقيقة واقعية من تكبير وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم، فإذا هذه حقيقة شرعية لا تقبل المعارضة بالحقيقة اللغوية. وكذلك في أمثلة كثيرة، فعندما الشرع ذكر معنى الكفر وذكر معنى الكافر، أيضا من معاني الكافر المزارع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فإذا في اللغة يطلق الكفار على المزارع، لذا
فكثير من البلدان تسمى بكفر كذا، كفر عانة، كفر ديك، الكفرين، كفر الشيخ، هذه تسمى من باب دلالة على الزراعة، على الزراعة أنها بلدة فيها زراعة. فإذا هذا من الناحية اللغوية وليس من الناحية الشرعية. فجاء الشرع وأطلق الكافر على الخارج من ملة الإسلام، فلا يجوز لك إذا لقيت أخا لك مزارعا في يصلي معك أن تقول وقد حكمت علي، أيها الناس أنا حكمت على هذا الرجل أنه كافر، ثم بعد ذلك عندما تراجع تقول أنا قصدت أنه مزارع. لا يلتفت إلى الحقيقة اللغوية، مع وجود الشر قد أثبت حقيقة شرعية. وهكذا في أمثلة كثيرة طويلة وعديدة أوجد الشر. لذا فإن بعض الفرق الضالة تجده يقول لك أنا أصلي كما تصلي، أنا أصلي وأنا أصوم وأنا أزكي وأنا وأنا، فتقول الحمد لله هذا ممن هو على السنة. فإذا بك تفاجأ أنه يقصد بالصلاة الدعاء، ويقصد بالصيام الإمساك عن القول، ويمسك، ويقصد بالزكاة نماء النفس، إلى غير ذلك من المعاني. فهذا خرج بحقائق تناقض الحقائق الشرعية، فلا يلتفت إلى منهجه ولا إلى قوله، ولا يقال أنه على السنة لا من قريب ولا من بعيد. فإذا هنا هذه المقدمة القصيرة مفتاح إلى هذه القاعدة الفرعية التي نحن بصددها. فإذا بداية الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الآن حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، أي تعارف الناس عليها، فأيهما يقدم على الآخر؟ فبداية نقول أن الأصل عدم التعارض، أن الأصل عدم التعارض، فتلتقي الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية. انتهينا من الحقيقة الشرعية، الأصل عدم التعارض، فتلتقي الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية. فإن حصل بينهما تعارض، فما الذي يقوم في أذهان المتخاطبين وفي أذهان المتخاطبين؟ فهذا الذي يعمل به. فبالتالي جاءت هنا كلام أهل العلم أن الحقيقة اللغوية لا تتعارض مع الحقيقة العرفية، فإن حصل تعارض فينظر ماذا قام في أذهان المتخاطبين، فهل قامت الحقيقة اللغوية أم قامت الحقيقة العرفية؟ وبما أنهما قد نظرا إلى أمر حصل بينهما واستقرت الأمور في حياتهما، فإذا هما يتكلمان عن حقيقة عرفية قامت في أذهان المتخاطبين وفي أذهان المتخاطبين. هذه المقدمة حتى نسمع الآن كلام ابن قيم الجوزية فنفهم هذا الكلام، وكلامه في إعلام الموقعين الجزء السادس صفحة 51 بعد 100. قال ابن القيم: لا يجوز له، أي لا يجوز للمفتي،
وكتاب إعلام الموقعين كله خطاب للمفتين. فمتى طالب العلم أصبح يفتي الناس فعليه أن يقرأ إعلام الموقعين، فإن لم يكن يفتي فليتمهل عن قراءة هذا الكتاب. فكتاب إعلام الموقعين لمن يفتي الناس ولمن يجيب على مسائل وأسئلة الناس. قال ابن القيم: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ. لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ. إنسان أقر عندك بشيء أو حلف على يمين أو أوصى بشيء، هذه الوصية وهذه الأشياء متعلقة بألفاظ، متعلقة بألفاظ. فمن الخطأ لك أيها المفتي وأيها المجيب أن تفتي بناء على هذه الألفاظ دون أن تراعي لغة المخاطبين، ولغة المخاطبين هي العرف، لغة المخاطبين هي العرف. فبالتالي الحقيقة اللغوية في أصلها تلتقي مع الحقيقة العرفية، ولكن بسبب سبب أو آخر تغيرت الحقيقة اللغوية، فأصبحت هنا لغة للناس ولغة للمتخاطبين، وهي ما تسمى بالعرف والحقيقة العرفية. فهنا قال: وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ. إذن من الخطأ أن يفتي المفتي بالألفاظ وأن يتبنى المعاني التي فيها بيان للألفاظ، والسبب لا بد أن يعرف عرف الناس ومعاني الكلمات عند الناس في هذه الأسماء وهذه الألفاظ. قال: بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل. إذن هذا الكلام نريد منكم البيان، نريد منكم البيان. نعيد الكلام ونريد من أحد الإخوة أن يشرح لنا الكلام الذي دندنا حوله وبينا لفظه. قال ابن القيم: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك
ضل وأضل. من يشرح لنا الكلام إخواني في الله بناء على الكلام السابق؟ تفضل. يقول ابن القيم أنه لا يجوز لمن يتصدر للإفتاء أن يفتي في مسائل التي تتعلق بالألفاظ مثل الأقارير والأيمان والوصايا حتى يعرف عرف المخاطبين، لأنه قد يفتي على ما ظهر له من ألفاظ ويكون مخالفا لما تعارفه هؤلاء المخاطبين فيضل ويضل. نعم أحسن. فإذا هنا ابن القيم رحمه الله يبين أن هناك ألفاظ، وهذه الألفاظ لها معاني، فإذا نظرنا إلى المعاني في اللغة فقد تتعارض مع المعاني التي في حياة الناس، فقد تتعارض مع المعاني التي في حياة الناس، بسبب أو آخر انقلبت هذه المعاني فأصبح لها معنى في الواقع غير المعنى الذي في أصل اللغة. فإذا حكم هذا المفتي على ألفاظ فلا بد له أن يراعي المعاني التي انتشرت بين الناس وليس المعاني التي في أصل اللغة. هنا ضرب ابن القيم رحمه الله أمثلة، ضرب هذه الأمثلة بعد صفحة أو صفحتين، بعد صفحة في الجزء السادس صفحة 152، قال: وأريد منكم أن تشرحوا لي هذا المثال. قال: فلو جرى عرف أهل بلد، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق. إذا انظروا، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية، لفظ الحرية كلمة في مجتمع يطلقون الحرية على العفة، في استعمالهم لفظ الحرية في العفة، إذن يقصدون بالحرية ماذا؟ العفة دون العتق، دون العتق. فإذا قال أحدهم عن مملوكه إنه حر، إذن فإذا قال أحدهم عن مملوكه إنه حر أو جارية إنها حرة أو جارية إنها حرة، وعادته استعمال ذلك في العفة، وعادته استعمال ذلك في العفة، لم يخطر بباله غيرها، لم يعتق بذلك مطلقا، لم يعتق بذلك مطلقا، وإن كان اللفظ صريحا عند من ألفه استعماله في العتق، عند من ألف استعماله في العتق. ما معنى هذا الكلام إخواني في الله؟ نقرأ الكلام مرة أخرى حتى تركزوا أكثر. وهذا الكلام واضح لمن فهم الكلام السابق.
قال ابن القيم: فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق، فإذا قال أحدهم عن مملوكه إنه حر أو جارية إنها حرة، وعادته استعمال ذلك في العفة، لم يخطر بباله غيرها، لم يعتق بذلك مطلقا، وإن كان اللفظ صريحا عند من ألف استعماله في العتق. ما معنى هذا الكلام إخواني في الله؟ تفضل. لأنه إذا كان هناك معنى واحد منتشرا مشتهرا بين الناس، لأن معنى الحرية معنى حر معناها العتق دون العتق، فإذا قال أحدهم لعبده أو مملوكه أنت حر، ولم وكان من عادة هذا الرجل أنه يطلق هذه بمعنى العفة، لم يكن هذا العبد حرا. نعم، فإذا هنا ملاحظة أنه قد درج في عند قوم من الأقوام كلمة الحرية بمعنى العفة، فيقولون عن العفيف الذي لا يعرف الزنا ولا يعرف الحرام يقولون عنه أنه حر، بل هذه الكلمة كانت في واقعنا منذ عهد قريب يطلقها كبار السن على الغيور، فإذا رأوا رجلا غيورا قالوا فلان حر، لا يسمح لبناته بالاختلاط ولا بالتبرج ولا بشهود الرجال، فيطلقونها. وهذه الكلمة أيضا كانت عند قوم في زمن ابن القيم، فإذا هم يطلقون هذه الكلمة الحر بمعنى العفة، لا يعرف الزنا ولا يعرف الحرام، ويطلقون على الجارية أنها حرة إذا كانت لا تعرف الزنا ولا تعرف الحرام. فإذا جاء هذا الرجل وسئل عن مملوكه فقال هو حر، فلا يجوز لواحد من الناس أن يطير بهذه الكلمة أو بهذه اللفظة ثم يبشر ذلك المملوك بأنك أصبحت حرا لوجه الله عز وجل، ولا أن يبشر تلك المملوكة بأنها أصبحت حرة لا تباع ولا تشترى. لما؟ لأنه لا بد من مراعاة الحقيقة العرفية التي يتخاطب فيها الناس. إذن هذه ملاحظة مهمة. مثال آخر ذكره رحمه الله بعد كم من الأسطر، قال: بل لو قالت المرأة لزوجها بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمها، إذن امرأة مسلمة تزوجت رجلا مسلما أعجميا بمعنى لا يتكلم العربية وإنما يعرف من العربية ما يصحح صلاته وعبادته لربه، وبعض الأعاجم يقرأ القرآن ولكنه لا يعرف أن يقرأ شيئا آخر من العربية، أو إذا قرأ من العربية فإنه لا يفهم شيئا. فهذه من نعم الله علينا أن جعلنا من أهل لغة القرآن، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لذا كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول: إن من فضل أبي علي بعد فضل الله
أنه رحل بي من ألبانيا إلى بلاد الشام وأنا صغير، فجمعت بين فضل السكنة في بلاد الشام وبين تعلم اللغة العربية. الأعجمي مهما تكلم ومهما تعلم فلن يحسن تعلم العربية كالذي نبت في العربية ونبت بين أهلها. لذا هذه المرأة، نعيد، قال ابن القيم: بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمهما ولا يفهمها: قل لي أنت طالق ثلاثا، قل لي أنت طالق ثلاثا، وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة، فقال لها، طلبت منه شيئا حتى تطيب خاطرها، فقاله، قال: لم تطلق قطعا في حكم الله تعالى ورسوله، لم تطلق قطعا في حكم الله تعالى ورسوله. وكذلك لو قال الرجل لآخر، وكذلك لو قال الرجل لآخر، نأتي لها بعد قليل لكي تكون مثالا ثالثا وإن كانت لها صلة قوية بالكلام السابق. إذا نقرأ المثال ونريد منكم الشرح. قال: بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمها: قل لي أنت طالق ثلاثا، وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة، فقال لها: لم تطلق قطعا في حكم الله تعالى ورسوله. ما معنى هذا المثال إخواني في الله؟ من يشرح لنا هذا المثال؟ تفضل. أن من كانت أمه أن تزوج الرجل الأعجمي لا يتكلم العربية ولا يفهمها، فطلبت منه أن يقول لها كلمة الطلاق، فقالها وهو يقول لها أنت طالق. نعم. فقالها بها وهو لا يعلم ما معنى هذه الكلمة، فهي شرعا لا تطلق. نعم. فإذا فهي شرعا لا تطلق، لأنه عندما نطق بالكلمة لم يعرف معناها، والله عز وجل يقول: فإن عزموا الطلاق. هناك قصد للطلاق. وهنا إخواني في الله ملاحظة ينبغي التنبه، أن بعض النساء قد ترغب عن زوجها والعياذ بالله لسبب أو آخر، فهي تريد أن تفارقه بصورة أو أخرى. فهذه المرأة أرادت أن تفارق زوجها وأن ترغب عنه، فاستغلت الظرف واستغلت حاله، وهي أنه لا يعرف معاني الألفاظ ومعاني اللغة العربية، فقالت له: طيب نفسي بهذه الكلمات بصورة أو بأخرى، بكلام معسول ذكرته له. وهنا ينبغي التنبه إلى أنك يا عبد الله لا تردد كلمات لا تعرف معناها، وخصوصا أنك عربي. فهذا المسكين لا يعرف معاني هذه الكلمات، وظنها ما ظنها من أشياء، ولم يخطر في باله لا من قريب ولا من بعيد أن معناها المفارقة بين الزوجين، فإذا به يردد هذه الكلمات. فهنا يقول ابن القيم أن الحكم للعرف وليس الحكم للمعنى اللغوي، لأنه لم يقم في ذهنه
أنه يقصد الفراق وتشتت البيت. والنساء إخواني في الله منذ عهد قريب منذ عهد بعيد عفوا منهن من كنا يفعلن مثل هذه الأمور. فقد ورد أن امرأة قالت لزوجها: طيب نفسي بتطليقه، طيب نفسي بتطليقه. وهذا أسلوب تستخدمه بعض النساء مع أزواجهن في هذا الزمان، وتقول له: إن كنت رجلا فطلقني. فهنا الرجل ينبغي ألا تأخذه ويأخذه العنفوان، وإنما يراعي السنة في الطلاق، فليس من السنة أن تسارع إلى طلاقها، وإنما ينبغي لك أن تتمهل فتنتظر حتى تحيض هي ولا تجامعها في طهر، ثم تأتي بالشهود، ثم بعد ذلك تطلقها. ففي هذه الفترة الطويلة يكون هناك تفكير وهناك هدوء في البال وقرار مستقيم. أما أن تسارع بأن قالت لك طلقني فتسارع إلى تطليقها، فهذا ليس من سنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، بل يسمى الطلاق البدعي. وهذه المرأة قالت لزوجها وكانت حاملا، فقالت لزوجها: طيب نفسي بتطليقه. فرضي الله عنه تسرع وطلقها، ثم خرج إلى الصلاة، فعاد فوجدها قد وضعت، وانتهت عدتها، فاحتالت عليه مرتين: مرة في إثارته لكي يطلقها، والمرة الثانية أنها كانت على وشك الوضع، فلا يكون هناك وقت للعدة حتى يرجعها. فإذا هذا المثال الذي ذكره ابن القيم لا يكون من الخيال. فإذا هنا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. مثال آخر ثالث ذكره ابن القيم رحمه الله، قال: وكذلك لو قال الرجل لآخر، وكذلك لو قال الرجل لآخر: أنا عبدك ومملوكك، أنا عبدك ومملوكك، على سبيل الخضوع له، على سبيل الخضوع له كما يقوله الناس، لم يستبح ملك رقبته بذلك، لم يستبح ملك رقبته بذلك. ما معنى هذا المثال الثالث الذي ذكره ابن قيم الجوزية رحمه الله؟ تفضل. لو قال رجل آخر على باب الخضوع وتنفيذ الأوامر أو ما شابه، أن عبدك وملوك، فلا يجوز أن يقول هذا عبدي وملوك بهذه الكلمة. نعم، فإذا هذه كلمة قد تصدر من بعض الناس وإن كانت هي عبارة تخالف الشرع، بحيث أن المسلم لا يخشع ولا يتذلل إلا لله عز وجل. فإذا بهذا الشخص يقول لصاحب عمله، يقول له: أنا عبد المأمور، كما يفعل ويقولها بعض الناس في هذا الزمان،
وهذا المسكين غفل أنه عبد لله جل في علاه، فقال أنا عبدك أنا مملوكك، على سبيل الخضوع وعلى سبيل التذلل لهذا الرجل. فلا يجوز له أن يقول له أصبحت الآن ملكا لي فسأبيعك في سوق العبيد وفي سوق الرقيق، هذا لا يلتفت إليه، لأن الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية قامت في أذهانهما أنها أنه قالها من باب الخضوع والتذلل والتملق والنفاق كما يفعله بعض الناس. فبعض الناس تراه لا يعرف إلا النفاق من أول ما تلتقي به إلى أن تفارقه، وهو يمدح فيك ويتذلل لك، حتى إذا أخذ حاجته منك أصبحت عدوا له أو لا قيمة لك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. فهذا الذي يمدحك ويتملق إليك أعطاك الشر حلا بأن ترمي التراب في وجهه. وبعض الناس قد تحتاج إلى سيارة تراب من كثر ما يتملق ويمدح ويتزلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هذه الكلمات وهذه العبارات لا تعني أنه أصبح مملوكا. وإذا أردنا أن نذكر مثالا واقعيا، فأنت عندما تذهب لتشتري من أحدهم بضاعة فيطلب منك سعرا، فإذا بك تفاصله على عادة الناس في هذا الزمان، إلا أن يكون في بعض الجهات التي تعطي السعر النهائي. فإذا جئت إلى هذا الذي لا يعطي السعر النهائي وهو يحضر نفسه للمفاصلة، وأنت لابد أن تستحضر أنه لا يعطيك السعر النهائي أو من الآخر، فإذا به يقول لك خذها من غير نقود، فلا يجوز لك أن تقول هذه حقيقة لغوية من غير نقود وهي هبة، فتأخذ هذه الأشياء ثم تنصرف. ولن أبعد القول إن قلت لكم أن هذا قد حصل مع أحدهم، مع أحد الذين عنده نوع مرض في عقله، ولا أقول أنه يعني مريض على الآخر، فنزل إلى أحد الأسواق فأراد أن يشتري شيئا ممن هو معروض في الأسواق، فإذا به يفاصل، فإذا بصاحب العمل يتملق ويتزلق فيقول له من غير نقود، فإذا به يحملها ويذهب، فإذا بصاحب العمل يدرك أنه لا يتكلم مع عاقل فلحق به وقال له ما هذا؟ فقال ألم تقل لي من غير نقود؟ فأخذها من غير نقاش ورجع إلى حانوته. فإذا إخواني في الله لابد من مراعاة الحقيقة العرفية، وليس التنحي والنظر إلى الحقيقة اللغوية، فهذا أمر مهم جدا يلتقي مع القاعدة الكلية العادة محكمة. لذا قال ابن القيم رحمه الله في الختام
بعد صفحة في الجزء السادس صفحة 153 قال: ومن لم يراعي المقاصد. إذن انظروا إلى القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. ومن لم يراعي المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته، يعني الذي قال له أنا عبدك ومملوكك. قال: ومن لم يراعي المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ، بمجرد هذا اللفظ. إذن إخواني في الله، لا بد من النظر إلى عرف المتكلمين، فهذا دين الله عز وجل. وحقيقة أمثلته كثيرة وعديدة، ولكننا نكتفي بما هنا نقل وذكر. القاعدة الثانية التي تندرج تحت القاعدة الكلية العادة محكمة، وأيضا نبه عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين الجزء الخامس صفحة 22 بعد 300، قال: كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة، كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، فإنها مرفوضة غير مسموعة. إذا انظروا إخواني في الله إلى هذه القاعدة، وهي متعلقة بادعاء الناس ودعواهم. فمن ادعى شيئا على خلاف عادة الناس وما تقرر من نواميس الله وقوانينه في خلقه فهذه دعوة مردودة يردها العرف. وحقيقة هذه القاعدة تلتقي مع قاعدة أخرى تأتينا لاحقا، وهي قاعدة الحكم بالقرائن، وهي قاعدة الحكم بالقرائن. انظر ماذا يقول ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس أيضا صفحة 107، قال عن السلف رضوان الله عليهم: ولا يقبلون الدعوة التي تكذبها العادة والعرف، ولا يقبلون الدعوة التي تكذبها العادة والعرف. فإذا أي دعوة ادعى بها إنسان وهذه الدعوة تخالف العرف والعادة فإنه لا يلتفت إلى هذه الدعوة، وإنما يطبق العرف والعادة.
وذكر رحمه الله مثالا على ذلك في الجزء الخامس صفحة 321 إلى صفحة 22 بعد 300. قال: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج، وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس والجيران داخلا ببيت بالطعام والفاكهة واللحم والخبز، إذن وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس والجيران داخلا ببيت، أي بيته، بالطعام والفاكهة واللحم والخبز، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها في هذه المدة، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها في هذه المدة، فدعواها غير مسموعة. فضلا أن يحلف لها أو يسمع لها بينة. من يشرح لنا هذا المثال الذي ذكره هذا الإمام؟ نعيد الكلام، وهي فترة لكم لكي تفكروا وتستحضروا. قال: وكذلك إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس والجيران داخلا ببيت أو بيته بالطعام والفاكهة واللحم والخبز، ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها في هذه المدة، فدعواها غير مسموعة، فضلا أن يحلف لها أو يسمع لها بينة. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. داخل بالطعام والشراب إلى بيته فيؤخذ بالعبد، وفيؤخذ بالعبد ولا ينظر لكلامه إلا إذا جاءت بينة أو حسان أو قسم أو ما شابه ذلك. يعني الكلام يحتاج إلى تصويب، الكلام يحتاج إلى تصويب. تفضل. لأنه إذا جاءت امرأة على زوجها وكان يعني عايش معها عدة سنين ورأى الناس وهو يدخل الطعام والشراب والخبز والفاكهة إلى بيته لا يقبل لها دعوة، وإن حرصا. ما هي دعوتها؟ دعوتها أنه لا ينفق عليها مالا، فلا تقبل دعوتها وإن حلفت أو أن تبين. كلامك أكثره صوابا، فإذا بقي جزء من كلام أخينا يحتاج إلى تصويب. القسم الأول كله صحيح، لكن القسم الأخير عليه يحتاج إلى تصويب. تفضل. يعني في الأخير أنه دعواها غير مسموعة، لكن كذلك لا تستحلف، لا تطلب منها أن تحلف يعني أو أن لا تفضل. لا تفضل. الكلام أن هذا الذي ادعته لا يشهد له والحلف لا يثبت له الإنسان، أخطأ. نفس الكلام الإخوان. محاولة أخيرة. تفضل. هذا انتهينا منه، كلام الإخوة ذكروا، لكن القسم الأخير الذي أخطأوا فيه ما هو؟ بعد الأخير. تفضل. أي كلامها غير مسموع فضلا أو يعني علاوة على أن تستحلف أو لا ولو حلفت
لا تفضل. اذا حلفت او جاءت البينة لا من باب أولى لا يحدث الرجل أنه كان. أحسنت. فإذا هنا هو الخطأ الذي وقع فيه الإخوة. فكلام ابن القيم رحمه الله كما ذكر الإخوة أن رجلا يشاهد من قبل الناس في كل يوم يحمل الأكياس ويحمل الصناديق بالطعام والشراب ويدخل إلى البيت، ثم في اليوم التالي لا يخرج معه شيئا، وهكذا على مدى سنين. والجيران يعرفون حال جيرانهم وخصوصا في الأمور الظاهرة، لا يستطيع أن يخفي الصناديق أو يخفي الأكياس أو ما تسمى بالشنط، فلا يستطيع أن يجعلها أمرا سريا، فهذا أمر تشهد به الجيران. فإذا بهذه المرأة بعد سنين تأتي إلى القاضي أو تأتي إلى الناس وتزعم أنه في هذه السنين لا ينفق عليها، فعندها لا يلتفت إلى كلامها لا من قريب ولا من بعيد. طبعا هنا خصومة، والحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من المدعي هنا؟ المرأة على زوجها. فالبينة فهي مطالبة بالبينة. فهنا ابن القيم يقول رحمه الله أنها أيضا ليست مطالبة بالبينة، لأن هذا أمر لا يحتاج بيان فساده إلى أن تطالب بالبينة، فهو فاسد وساقط بداية، ولا يقال أنها يجري عليها حديث البينة على المدعي، فضلا أن يطالب الرجل أن يحلف أنه ماذا؟ أنه ينفق على أهل بيته. فبالتالي حديث، هنا استفدنا ملاحظة أخرى، حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر لا يقال باستطراد، وإنما يقال في الأمر المحتمل. أما الأمر الذي ترده العادة وترده العرف فيسقط الكلام بداية، ولا يقال له آتي ببينة أو يقال للخصم احلف. فلو ادعى أحدهم مثلا في واقعنا وكان صاحب بسطة أو صاحب حانوت، فقال أن ملكا من الملوك جاءني واشترى مني بنصف دينار وجحد ولم يدفع المال، فهنا مباشرة ترد دعواه وتسقط، لأنه يخالف العرف ويخالف العادة. فليس من عادة الملوك أو الحكام أنهم ينزلون إلى الأسواق أو يذهبون إلى الحوانيت ليشتروا بنصف دينار أو ربع دينار، فهذا كلام يسقط. فلا يقال لا، لا نحكم حتى نسمع من الجهتين، كما يردد بعض من يظن نفسه منصفا. كلما قلت له هذا قول خطأ قال لك لا تحكم، لابد أن تسمع من الطرفين. فإذا به يتجرأ أن يتهجم على واحد من مشايخنا ممن عرف بالعلم والاستقامة والتبصر والدعوة إلى الله والدعوة إلى مكارم الأخلاق، فإذا به يكتب كتابا يتهجم فيه على هذا العالم، ومن الكاتب؟ إنسان لا يعرف بعلم ولا بفهم
ولا بدعوة إلى الحق ولا بوجود فضلا أن يكون مع صف طلبة العلم. فإذا بأحدهم يقول أنا أتوقف في هذا العالم ولا أحكم له بالبراءة حتى يبر ساحته أو أن يحلف الأيمان أو أن يرد على هذا الكتاب، هذا كلام مرفوض. كل دعوة تخالف العرف والعادة فهي ساقطة، لا يلتفت إليها، لا يلتفت إلى التهجم في أهل العلم ممن عرفوا على استقامة وعلى دعوة إلى الحق وعلى الترفع عن سفاسف الأمور فضلا عن كبارها. فكيف يقال هذا في حقهم؟ فهذا لا يصدر ممن له ذرة فهم من علم القواعد الفقهية، بل في أساسيات القواعد الفقهية. نسمع الأذان ونكمل ما تبقى بعد الأذان إن شاء الله. ولا تنسوا الامتحان يوم الاثنين، الامتحان إخواني في الله، في الامتحان يكرم المرء أو نهان، فنسأل الله أن نكون جميعا من المكرمين. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إخواني في الله، تتم إلى كلامنا السابق. فإننا ينبغي أن نتنبه وينبغي أن ندقق أن الطعن في العلماء مآله إلى الطعن في الطاعن. فكما قيل في أئمة المسلمين أنهما قد تجاوزوا الكلتين فلم يحملوا ولن يحملوا الخبث، إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. فبالتالي هذه الدعاوى وهذه الدعاوي التي تحاول أن تتهجم في أهل العلم
ويمشونها على الناشئة قليلي العلم ويتصيدون في الماء العكر، هذه دعاوى أصلا ساقطة، لأنه يردها العرف ويردها العادة. فكيف يقال في عالم عرف منذ نعومة أصغاره وهو في المساجد وفي طلب العلم وفي العكوف على القراءة والبحث وتعليم الناس والدعوة إلى الله وتأليف الكتب والتنقل هنا وهناك واستقبال الأسئلة على الهاتف واستقبال الأسئلة الشخصية في البيوت إلى غير ذلك من وسائل كثيرة من وسائل الإصلاح، يقال عنه كذا وكذا من أشياء يندى لها الجبين وتتقزز النفس عن تكرارها وتردادها فضلا عن مناقشتها. ثم يأتي بعض الناشئة ويطالبون هذا العالم بأن يرد على هذه السفاسف، هذا كلام مردود ترده العادة وترده ويرده العرف. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يطالب كثيرا بردود، قال ماذا يتسع العمر أن أتابع هذه الردود وأن أتابع هذه الدعاوى وهذه الدعاوي، بل عندي الانشغال بمشروع السلسلتين السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة أهم بكثير من هذه الردود التي لها بداية وليس لها نهاية. فالحل هي الانشغال بالعلم. أما الشبه التي لها وزن فهذه التي يرد عليها وتناقش وتباحث. لذا قالوا لو كلما رماني أحدهم بكلمة ألقمته حجرا لأصبح الحجر كذا وكذا من الأهمية. فإذا كونوا من هذه الفتن على حذر، وإياك كلما سمعت طعنا أو دعوة في عالم من العلماء أن تقول أن العالم مطالب بأن يرد على هذه الدعاوي، فهذه كلام وهذا كلام لا يلتفت إليه. تنظر إلى طاعن ليس له وزن في العلم وليس له وزن في الفقه، فضلا أن يحشر مع زمرة العلماء، بل لا يستحق أن يحشر مع زمرة طلبة العلم. نرجع ونتم ما تبقى، وما تبقى من القواعد إخواني في الله يذكر في كتب القواعد، ومع ذلك فمرجعه إلى القاعدة الأم. لذا فلن أكثر الكلام عما تبقى. ثالثا يقولون العرف يجري مجرى النطق، العرف يجري مجرى النطق. قال ابن القيم في الجزء الرابع صفحة 16 بعد 300 قال وقد أجري العرف مجرى النطق، وقد أجري العرف مجرى النطق. فإذا العرف الذي يدور بين الناس كأنه قد صرح به، فهل يجوز للرجل إذا دخل بيت أبيه أو أخيه أو صاحبه أن يستأذن أباه أو أخاه في شرب الماء الذي بين يديه؟ فهذا الإذن وهذا العرف أصرح من لو قال لك اشرب، فأنت مكرم. لذا
فقد ذكر في الآيات، بل قال الله عز وجل أو صديقكم. فالصديق الصواب والصحيح أنه إذا دخل بيت صاحبه ووجد الطعام أمامه أو الفاكهة موضوعة، فإنه لا ينتظر من صديقه أن يقول له تفضل وكل، لأنه صار عرفا أنه بسبب هذه الصلة وبهذه الصداقة لا يحتاج إلى استئذان. وهذا ما يحصل مع بعض الإخوة عندما يخرجون مثلا في عمرة، فيسكنون في غرفة واحدة، فتعجب لبعض المتأسفين وبعض المتكلفين بل بعض المفرقين من حيث لا يقصدون أنه إن أكل خبزة فيأتي إلى صديقه فيقول أستأذنك فقد أكلت الخبزة سأتيك بدلا منها، فإن أكل تفاحة قال لأخيه أستأذنك فقد أكلت تفاحة سأتيك بدلا من، وهكذا. هذا مرفوض، فالعرف إذنه أشد، بل حكمه حكم التصريح بالقول. فلو عكسنا وقلت لك أنني إذا أردت أن آكل خبزة من طعامك فأذهب لأستأذنك، ألا تعد ذلك ذما لك؟ فإذا هنا يأتي العرف يجري مجرى النطق. وأخيرا بل هو قبل الأخير، وهذا أيضا شرحناه سابقا، قالوا الشرط العرفي كالشرط اللفظي. لذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الرابع صفحة 318 قال: ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي، ومن هذا الشرط العرفي كاللفظي. فذكرنا وقلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بل ذكر ابن القيم قاعدة هي من مسائل الخلاف بين الأصوليين، وهي قوله تخصيص العام بالعرف والعادة، أي أن العام يخص بما تعارف عليه الناس. ذكر ذلك في كتابه إعلام الموقعين الجزء الخامس صفحة 320. بهذا والحمد لله نأتي إلى ختام القواعد الفقهية الخمس الكبرى، على أن يكون هناك الامتحان والحكم يوم الاثنين إن شاء الله بين المغرب والعشاء في هذا المصلى. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.